يا ريان يا ريان يا حاج. خير؟ شكلك كده عايزة حاجة. عايزة اشتغل. اشتغلي؟ انت بتقولي ايه؟ وايه اللي فيها؟ هو عيب يعني لما مراتك تشتغل؟ وبعدين يعني هي هتشتغل ايه وفين؟ ما هتشتغل في المكان اللي انت اخترتها منه، شركتك يعني يا حاج. اسمعي بقى يا بنت الحلال، دي اخر مرة اسمعك تتكلمي في الموضوع ده. ليه بس يا حاج؟ ده انت اكتر واحد عارف ومتأكد اني بفهم في شغلك اكتر منك. انت تفهم الشغل انا اكتر مني؟ طب بطلي رغي، اسكتي خالص. طب عشان خاطري كلام خالص خلاص. طب يعني ما تقولي ويمكن اقتنع. انت عارفة انا طلقت مراتي الاولانية ليه؟ ليه؟ عشان الشغل؟ عشان الزفت الشغل. بس انت اتجوزت مراتك الاولانية من بيتها واتجوزتني انا من شغلي، وبعدين انتوا ما شغلتونيش يعني عشان سواد عيون، بالعكس انتوا عارفين ومتأكدين ان انا قد الشغل وزيادة كمان. وانا بصراحة يا حاج مش هشتغل عشان طمعانة في القرشين اللي هاخدهم كل شهر، ما كفاية اللي انت بتديهولي. يبقى قلقان من ايه بس يا حاج؟ انا مش قلقان ولا بخاف من حاجة، بس بيتك جوزك اولى بيك. بيتي ده لما يبقى عندي عياله واخديني من شغلي ومنك، لكن انا ما عنديش حد غيرك، ومش عيب ولا حرام ان انا اقف جنبك. بدرية سارة يا حاج، موضوع اقف جنبك ده ما اسمعوش تاني، انت فاهمه؟ ما هو انا كمان مش هقعد في البيت الطويل العريض ده كله لوحدي، وخصوصا اني عارفه ان نفس مراتك لسه في كل حته في الفيلا. وبعدين انت شويه حتى اللي بتيجي تقعدهم معايا في البيت بتفضل قاعد سرحان وتايه عن الدنيا حتى مني. خلاص بطلي كلام، شوفي لك ايوه الزفت مشروع اعمليه يكون بعيد عن شغلي وعني. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ شغلي دماغك، اللي شغال 24 ساعة دي ما بتونش. المهم لا تخسريني ولا اخسرك، والاهم ان اريح دماغي. طب ايه رأيك في نيرسري؟ بقولك اريح دماغي، ما تطلعيش الانجليزي بتاعك ده على جتتي. حضانة يعني يا حاج؟ حضانة؟ فكرة بس يعني ايه؟ مش عارف يعني ايه حضانة. انا اللي اعرفه كام زائد كام بيساوي ايه. بص يا حاج، احنا تعدادنا في مصر دلوقتي بيتزايد بشكل اوفر جدا، والتعداد لما بيتزايد يعني روجوه فلوس، يعني جوازات كتير، يعني خلفة كتير، يعني بيبيهات، يعني حضانات كتير. انا مش قصدي حضانات، انا بتكلم على حضانة واحدة بس. وانا بتكلم على مشروع حضانات الريان. التكلفة عليا والإدارة ليكي والاسم ليا. قلت إيه؟ أنا موافقة جدا. خلاص دن دن الدن على البر.